أنا أول ما كنت أرسم ما بتذكر حالي إلا كنت طفل عمري 10 سنين، حاطة أمي الطراحة والألوان الله يمد في عمرها وقاعد عم برسم، وجي يعني مرمش الأراضي تضحك، تلعبيت الأرض وتضحك تحضرني وتبوسني. سمير قريطي فنان تشكيلي، عضو اتحاد فنان تشكيليين بسوريا. بداية الأحداث طلعت على تركيا، من تركيا اتجهت إلى مصر، قعدت من مصر 7 أشهر، أقمت معرضين فنيين، رجعت بعد منه على تركيا واستقرت بتركيا. اتجهت لتوثيق الآثار بسوريا نتيجة الكم الهائل من الآثار الموجودة بمدينة إدلب، 800 موقع أثري بالإضافة إلى 140 تل أثري، أشهرها تل مرديخ إبلة، رسم أبو تري هو الرسام الوحيد اللي رسم آثار إدلب. هالفترة هاي المئة سنة ما حد التفت لرسم آثار سورية غير أنا، ما حد يرسمها، يعني بجوز يرسم له شخص لوحة لوحتين لحارة شعبية، أما يرسم المواقع الأثرية 150 موقع أثري. أعتمد أنا بالرسم أول شيء على تعتيق الألوان لتعطي القدم للوحة، بالإضافة لأنه أنا معظم أعمالي بتكون رسم بالسكين، والسكين بياخد جهد وبياخد كمية ألوان كبيرة، بس بتعطي تعتيق للون، بتعطي تعتيق للوحة، يعني بتشعر من اللوحة من أول ما بترسمها أنه اللوحة عمرها 200 300 سنة 400 سنة، كما الموقع عمره آلاف السنين. يعني منلاحظ الكنائس، القصور، الأبني، نموذج القلاع، نموذج موحد في كل المنطقة، من نصال لإدلب لنصال لمرسين. ولذلك انطلقت أول شيء رسمت حارات الشعبية في أنطاكي، رجعت لمرسين رسمت مواقع من مرسين، عملت زيارة لقونيا رسمت 3-4 مواقع لقونيا. أريد دور كل تركيا وأخو أكبر عدد من المواقع التركية لأرسمها، بس شلون بدي اتحرك وما في حد متبنينا، ما في حد عم بيحركنا، طيب شلون انا بدي اتحرك؟ انا اذا بروح على قائم مقام على بدي اخذ اذا سفر ما بيعطوني اذا سفر، ما بيعرفوا مين انا. وهون يعني حاسس حالي مخنوق، يعني قاعد بقلب قفص، انا لازم انطلق من هالقفص، اطلع شوف العالم، شوف في تركيا مواقع، صورها لحتى احسن ارسمها.